ونسدود اخوت نشوفوا الى تحلت لنا هذا الباب ندخلو. الى ما بغيتش تحل لنا ديرو دوميتو. والله ما عرفت. بسم الله. غادا ردوها خوتي كي كانوا نفوتو ردوها كي كانت. هاد البوابة اخوتي كنشوفهم غير عنده غير عند النصارى ولا في لافريك كيديروها على حسب الحيوانات. هنا المرة الأولى في حياتي اللي نتلاقى مع شي بوابة هكذا ديال الخلا، يعني ما كتكونش ديال الناس زعما ديال السكوان. ردوها خوتي كي كانت. نزيدو شوية قدام، إلا كانت تفوت نورمالمون هادي راح تخرج في الجهة ديال تغيثروت الله أعلم. والحمون بزاف أخوتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا به. خوتي خواتاتي مساء النور، تبارك الله عليكم على سلامتكم كالعادة. نتمنىكم تكونوا كل شيء بخير وعلى خير، تكونوا هانيين فرحانين ناشطين وتكونوا إن شاء الله في صحة جيدة. فين حنا دابا خوتي؟ تقريبا بعدنا على ديك البلاصه اللي لقينا فيها ديك الباب في الغابه، في ديك البيست ديال الغابه بواحد 15 ولا 20 كيلومتر. ما سلكت باب ما شقات الانفس تما، حيت ديك البيست كانت قبيحه ماشي واعره، ولكن فيها التوفنو، فيها ديك التوفنه هي اللي قبيحه. المهم اكره شيء الى قلبي هي الرمله وديك التوفنه. الرمله ديال الصحراء خوتي لو بغينا نقولوا، عندي عقده منها وخصني نحيدها يعني في حق الله، حيتاش نورمالمون نعرف راسي بلي غادي نتحط من بعد في مواقف اللي خصني نسلك راسي فيها، غير واش هو ما كنديرهاش بزاف لذلك كتجيني صعيبه. خوتي غادي نخرجو منا دابا، هاد الطريق ديال دوار فاسير ولاد فاسير، وان شاء الله غادي تخرجنا الفوق في الزعاره ولاد عمر. هادي راه فيها غير شويه ديال القدرون حتى للدوار، ومن تما غادي نشدو لابيست. اخوتي عرفتوا الساعة شحال دابا؟ راه الوحدة ونص، يعني راني فلاكس ديال النهار، فلاكس ديال جهنم. الله يحفظ، الله ينجينا وينجيكم. كي صرالي خرجت في هذا النهار اخوتي باش نتريني شوية، ما نكذبش عليكم، انا تعمدت نخرج في الحرارة، وكاين هذا النهار سخانة بزاف، يعني ماشي كان الجو مزيان وخرجت وتبدل الجو ولا شي حاجة، يعني ملي خرجت من الصباح كاع، ولكن تعمدت انه نخرج جوج حوايج، بغيت نتريني شوية اخوتي. مادام كاين سخانه، وحاجه اخرى ما نكذبش عليكم توحش هذا الموتور، لحقاش بزاف هذه ما خرجتش عليه من اخر خرجه كانت ملي صورت لكم ذاك الفيديو ديال 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 جبال كبدانه. تقريبا دابا واحد 20 يوم هذه، ولا والله ما عرفت 20 يوم ولا اكثر شويه. واحد الحنش صغيره شفتها اخوتي، داك بو يغرلاين، ماشي حنا نقولوا له هذاك اللي ياكل الفيران، ماشي الفعه، ماشي ديك المسمومه. الله يحفظ خوتي. راه مزيان ملي شفناه حتى الخرجات ديالنا للغابه مستقبلا انا خوتي ما غاديش يكونوا كثار، لحقاش حنا هاد الجهه ديالنا معروفه بالافاعي، يعني فيها الفاعي بزاف، الفاعي اللي مسمومين ماشي غير هادو، لذلك الغابه شويه صعيبه في هاد الوقت ديال السخانه. الور ما غاديش يكون عندنا خرجات كثار، ربما يكونوا هكذا ديال تراجي ديال البيس ولا، ولكن باش نتغداو ولا نطيبوا في الغابه ولا، يعني ما الانسان ما كاينلاش باش يغامر حتى من بعد شويه ان شاء الله، حتى يبرد شويه الحال ونستأنف مسيرتنا. تقربنا للدوار دابا، الطريق درناها انا وسامير واحد المره درناها، ولكن هاودي ماشي طالعين. ديروا لي سكان القرية.
نعتذر لهم نقول لهم سمحوا لنا لا تبدا السفر. هذه القبار اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا رب. نسيت ما هضرتش عليهم، كنت شفتهم ذاك النهار في الفيديو الاول ولا الثاني على هذا الموتور هذا وسولتوني ونسيت ما جاوبتكمش. هادو شي جلدات خدمتهم عندك اللي كيخدموا الكراسه ديال الطوموبيلات وكلشي، دوك لي هوز ديال الطوموبيلات والبيشان وهذا باش نكوفري بهم هاد السيكان ملي ندخل لي بيست. علاش؟ جوج ديال الاسباب اخوت، كيف كتعرفوا اخوتي الانسان اللي كيخرج للبيست كتكون الاحتماليه ديال الطيحه ديالو عاليه، يعني مادام غادي تخرج للبيست راه 90 ولا 80% راه غادي تطيح. انا بعدا كنهضر على راسي بحكم القصار ديالي، يعني كيكون البورسونتاج ديال الطيحه كبير بزاف. لذلك هادو هما راه قدام اللور، الحاجه الاولى كيغارديو العجاج، والحاجه الثانيه الا طاحوا ولا ما يدعوناش دوك السيكان اللي لتحت. هادشي اللي كاين اخوتي، تبارك الله عليكم ديما عارف بسم الله. ما عقلت منين فتنا يمكن منه. ايه فين دخلت؟ دخلت اللحظات اللحظات خوتي، انا عندي واحد ديفو ما كان عقلش منين نفوت والو، وكان ما يكونش سامير ولا شي واحد من الدراري والله ما نعقل فيها ضربة. تا انا غلطت اخوتي، راني غير هنايا راه ماشي غير خصني نشد هنا في الاول ومن بعد كاين الطريق نيشان. ما البلايص اخوتي راهم واعرين واخا ما يبانو لكمش، وحتى هاد النهار ما كنحسش براسي فهمتني، يعني بعض المرات كتحس براسك ملي تركب على الموتور بحال كتحسو الا بغينا نقولو قطعه منك تحسو بياسه منك، ولكن هاد النهار كنحس براسي انا مشرق والموتور مغرب. اي دونت فيل ات اذا كانت جمله صحيحه بالانجليزيه. يمكن من اخوتي غادي نطلع حتى الفوق وغادي تبدا الطريق نيش. Thank you.
هذا دوار الزعار اخوتي معروف بزاف وكيعرفوا لي المطار ديال الشرق، ولكن ما كيعرفوش هاد الطريق هادي. نعطيكم اليقين كيعرفوا غير الطريق ديال الكودرون. حنا رانا خرجنا له من الداخل من الوسط ديالو، غادي نخرجوا عند ليكون. هذا هو ليكون اخوتي، ها هو مدرسة ديال الزعارة، هذه هي الطرق اللي تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خوتي رانا في لاكس ديال بني زناس، نضرب رانا في الوسط. خوتي رانا في الجبل ديالنا، الديور فين كانوا ساكنين الوالدين والاجداد راهم شويه قدام، غادي نوريكم. هذه سميتها تارزيوين بالشلحه، هاد البلاصه اللي فيها هاد لي دودان هادو، والدوار فين كانوا ساكنين راه شويه قدام، غنوصلو تما هو. بزاف اخوتي، غير واحد ما وصلش موال 500 متر ولا هو، هنا غادي نهودو. هذه هي الطريق اللي تهود للدوار ديالنا، ولكن فيها المشيه. هذا الكراج ديال جدي الله يرحمه. الدوار اخوتي راه لهيه الفوق. سير انا في واحد البلاصه سميتها واونوس، حتى هي في تبع لبني زناس، بس غادي نشد الطريق للبركان مرورا متفوغالت، ولكن قلت لا نبدل هاد الطريق، ما عمري درتها، يمكن فيها شويه ديال لابيست. المهم غادي نسيو ونشوف مسجد واونوس. اونوس اونوس دابا عرفت اختي واحد الكرم هنايا، واحد الكرم هنايا، غادي نسمعو الحس
والله ما عرفت اخوتي واش منا ولا راني غلط. راني غير نتمشى على الله. ديروا لنا مود مود اوف رود نكملوا ان شاء الله. بسم الله. نجربو ونشوفو. هذه كاس لذاك اللي كيقول لك المغرب ما فيه ما يتشاف. احوس بعدا بلادك. اي 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 سلام صاحبي لاباس. خرج للطرق الطرق ديال تافوغات هادي اللي مشيت معاها. لا لا عرفت عرفت انا من بركان. انا بغيت ندير لابيس. هادي فين غادي تخرج الا كملت معاها؟ بصح هنا هاد الديور هادو كاين واحد الطرق تهود منا من الجامع ديال هونوت تهود ديريكت تخرج في الطرق ديال تافوغات الطرق الكبيره كاينه هادي. هادي تخرج في 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 تاك مال تحت هو داكشي اللي راني نقول لك. عقاش نعرف واحد الطريق تهود منا على واونو تدي ل ها عاود الحق. الله يرحم الوالدين. قاش مليح واش بخير. الله يسلمك وما الله يرحم الوالدين. تبارك الله عليك دعوه زينه هاني. الله يرحم الوالدين الله يعطيك الخير. لا لا يخطيك ترحب بك الجنه. والله ما صدق مايس مايس مين غير ايه غير كي انا اش كي غير كي انا هذه جن لوبيرج. واه تبارك الله عليك. واه على سلامتك قاش مليح. لا لا يخطي كلشي مليح شنو مليح الحمد لله بارك الله فيك. الله يعطيك الخير. الله يرحم الوالدين اودي لهلا يخطيك. الله يرحم وحلق زين سمح انت شفت مسازار. الله لا يخطيك امورني ان شاء الله هنادي. الله لا يخطيك. الله يرحم الوالدين. الله يبارك فيك. الله يرحم الوالدين. لا يجي النهار هذا لا تغيري فوغلت نغزات بدل غاب السيو لقات صور غير قو سيو زيت عرف واش الغاشي مش فاهمن. كنت شفتها في وغات وقلت له ودي غادي حتى شدي الطريق باش نهود مع الطريق نورمال مع هادي. قلت له لا غادي نفوت على ونوس ونهود لحقاش نعرف بلي كاين شي طريق تهود تخرجك في في تاكما. اه هنا نولي على طريقي كاين طريق ياك. لا نفوت معليش. لا هذه تعاون هذه هذيك الاولى هذيك الموتور الاخر واخا ثقيل ولكن هادينا. الله يعطيك الصحه العقبه عندك ان شاء الله. الله يرحم الوالدين. الله يخطيك. كي سميتك العزيز محمد المكي؟ خويا المكي راه عنده واحد لوباج هنايا في ونوت زير راني كنت شفتو وكان دعاني واحد النهار. واه واه لا ناقل ناقل غير ما كتبش الله صافي ما والله ما ننساك. الله يرحم الوالدين راه عنده واحد لوبرج تقليدي من داك الشرف فيه النباته فيه الماكله. يمكن يمكن خصو انا بدا يطرق في التليفون الاول كيكون عاد حسن. قول قول التليفون ديالك دروك باش ليه. المهم ملي كتعيط في التليفون السي عبد الحق كيكون داك الشيء عاد حسن ما كتجي يعني تجي على غفله. واه واه ديالي 06 96 84 98 59. مرحبا خويا المكي. الله يبارك فيك. نجيو عندك شي نهار نجيب الدراري ونجي. لا لا يخطيك. الله يرحم الوالدين اخويا المكي. تبارك الله عليك على سلامتك من بعد ان شاء الله. لا لا يخطيك. الله يرحم الوالدين. واه كاين غير طريق وحده اللي تهود صافي صافي. لا لا يخطيك. لا عون اخويا المكي بارك الله فيك. الله يسلمك. شوف سبحان الله اخوتي الصدف كي دايرين. لا يخطي الحمار. خويا المكي سبحان الله واحد النهار اخوتي كان كان عرض عليا قال لي قال لي تجي عندي غير في الفيسبوك. راه عندي في الفيسبوك ولكن ما عرفتش ما عرفتش الوجه ديالو. اللي بغى يجي عنده اخوتي راه عنده داك الشيء واعر تعيطوا في التليفون يوجه لكم اللي بغيتو. عنده دار تقليديه الديور ديال بكري وديال الخشب.
الشباب ديال الاخر، يعني اللي بغى يبات ولا اللي بغى يفوت عشيه ولا يتغدى ولا يجيب وليداته في العشيه، هكا يديروا اتاي الحرشه تقليديه ديال الزرع مع المسمن مع البغرير مع المهم داك الشيء واعر. يا سلام، اللي بغى يجي مرحبا به، راه خلي لكم التليفون ديالو. انا اخوتي ما كتبش عليكم، ما عمر وصلت هنايا اونو الجامع حتى تما، هاد الجامع اللي هنا الفوق اللي وريت لكم دروك، ولكن هاد الطريق زعما اللي تهول اللي سميتو ما عمري درتها. راه قال لي الطريق شويه واعره تهود معاها الغابه، ولكن غادي نديروها ان شاء الله.